اللي انا كيركب فوق الظهر ديال الحصان رقم 4. اذا انتباه حضور كريم على جميع المشتركين على داخل البوابات. اذا سي بارتي بور لا بروميير كورس. انطلاق جائزة بوزنيقة مهور مهارات عربية اصيلة 3 سنوات. سباق مصيف دي مسافة 1700 متر. انطلاقة جيدة لرقم 2 ابحر دو غرين من جهة الوسطى. لا بروميير بلاس صعود ممتاز للفرس رقم 5 صاحب او رقم 6 عفوا الوهابية خليل جبيول الي كينطلق في المرتبة الأولى. في الدوزيام بلاس كنتابعو الصعود ممتاز لرقم 7 انصاف 2 رفقة راكب نور الدين الحمدي. في الثوازيام بلاس رقم 2 ابحر جرين يوهان بوغوا. وفي الصف الرابع رقم 3 ابن مجد فال رشيدة مناي. في الصف الخامس كنتابعو رقم 5 صاحب روش اضروش هشام لكجل. اذا باقي رقم 6 الوهابية في لا بخوميييغ بلاس. في الدوزيام بلاس رقم 7 انصاف 8 مع راكب نور الدين الحمدي. في الصف الثالث رقم 2 ابحر جرين. وفي الصف الرابع كنتابعو رقم 8 مجد صافي فال رفقة راكب محسن لفرم. باقي اذا الامور كما هي. نيميرو 6 الصف الاول ونيميرو 6 الدوزيام بلاس. صراع قوي على المركز الاول بين رقم 7 انصاف 2 ورقم 6 الوهابيه نور الدين الحمدي. الان في تنافس قوي مع راكب خليد جبينو على الصف الاول. في الثوازيام بلاس رقم 2 ابحر جرين المور ديال السيد محمد كريمي كتنطلق بقوه في اول سباق بالنسبه لهذا المور مع راكب يوهان بوك. ولكن انطلق بقوه في الصف الثالث. في الصف الرابع كنتابعو رقم 5 او ربي فيها 5 صاحب روش اضروش هشام لكجل. وكذلك الصعود ديال رقم 3 ابن المجد الاطفال الان كيحتل على الصف الثالث. الان ربما كيحاول انه الان يمشي للصف الاول بين الجهه الخارجيه. كيتجاوز بالفعل رقم 2 وكينطلق بقوه رقم 3 ابن المجد فول الان في لا دوزيام بلاس وراء رقم 6 الوهابيه. وفي الصف الثاني رقم 5 صاحب روش اداروش في الثوازيام بلاس رقم 3 ابن المجد فول. وفي الصف الرابع رقم 2 ابحر جرين. وفي الصف الخامس رقم 7 انصاف 2 الان كتراجع للصف الاخير او الصف عفوا الصف الخامس. إذا الآن وصلنا لختنا ومستقيم في السباق. الصراع قوي على المركز الأول بين رقم 6 الوهابية بين رقم 3 ابن المجد فال وكذلك مع رقم 5 صاحب روش أداروش. صعود ممتاز ديال يوهان بوكو الآن كينقد على الصف الأول. ورقم 2 أبحر جرين يوهان بوركوا كينطلق بقوة في الصف الأول. إذا الآن صراع قوي على الصف الأول بين رقم 2 ورقم 8 الفوز لرقم 2 أو رقم 8 الفوز لرقم 8 في آخر المطاف. إذا 8 2 3 ثلاثية المقدمة. فوز مثير ديال مجد مجيد صافي فال المور رقم 8 ديال كيوغي ديال السيد عز الدين الصدراتي اللي كيتمكن من خطف الفوز.